حسكوا عالي ليه؟ مش كفايه المصيبه اللي احنا فيها؟ حسن اتجوز ريتال بنت عمي. من امتى؟ ودخلت عليها؟ رد، دخلت عليها؟ لا، مش عارف ايه المصايب اللي عماله تتحدف على راسي دي. امشي من قدام دربك، امشي. مش همشي اما اطمن ابوي. ابوك؟ يعني كنت عملت حساب لابوك ولا حتى اعتبار؟ امشي من قدامي. بقول لك امشي. انا مش همشي يا حاج. مش همشي لما اعرف اخرة الحكاية اللي احنا فيها دي ايه. انا مش هسيبك الا لما اطمن عليك. انا عارف اني غلطت وعارف اني كنت ماشي بمزاجي، بس والله ما اعرف ان الحكايه هتوصل لكده. انا مش هسيبك، انا هقول ان انا اللي طخيته بالنار. ايوه، هقول انه عارف اني بتجوز ريتال في السر، قام وقف قدامي وشتمني وضربني، فانا ما استحملتش فروحت طخه بالنار. انا مش هقدر اشوفك تدخل السجن ولو ليوم واحد يا ابوي. لا، وانا مش موافق انك تعمل كده. يا ابوي انا هحل الموضوع، هحله. كيف؟ هروح عند العمده. مروان، ده نورك. صدقي انت دونا عن اخواتك قريبه من قلبي. من القلب للقلب رسول يا مرات عمي. يا حلوه، يعني مش همك ولا خايفه؟ اخاف؟ واخاف ليه؟ هو انا ببيت غريب لا سمح الله؟ ده انا ببيت جدي وجوزي يبقى ابن عمي وحماتي تبقى مرات عمي، يعني مفيش أمان أحسن من كده. صح يا روحي صح. قولي لي أنت كيف لفيتي على الواد؟ حسن؟ وهو حسن برضك يضحك عليه؟ لا، ما يضحكش عليه إلا من بيت، من بنات كريمة اللي عينهم بجحة يندب فيها رصاصة. بنات كريمة أشرف من الشرف، عارفة ليه؟ عشان بنات كريمة هم بنات عبد الله، وعبد الله يبقى أخو جوزك اللي هو عمي برضو. بفكرك والله اللي كنتي هتموتي عليه واللي اختار امي وسابك انتي. انت بتقولي؟ بقول اللي انتي عارفاه وفاهمه كويس قوي، واللي عقلك مش عايز ينسى لحد دلوقتي. كل ما عقلك يقول لك خلاص نسيته تظهر لك كريمه يا حرام وتخليكي تكلف نفسك وتهري في روحك. انت بنت قليله رباعيه. اسمعي يا جبريه، يو اقصد يا مرات عمي، اللي امي ما عرفتش تعمله معاك السنين اللي فاتت دي كلها انا بقى هطلعه على جدتك. حياة كريمة؟ لا، وانت السبب، وحياة عبد الله يا
اخرس يا جليلة الحياة. أنا غير كل البنات. لا بنات إيه بقى؟ ما أنا خلاص بقيت مرات ابنك، يعني بقيت مدام. غير كل النسوان اللي مروا عليكي في حياتك، أنا حاجة لوحدي كده. عارفة الحية؟ أنا الحية اللي تلف على فريستها لحد ما تعصرها عصر. أهو أنا، وأنا اللي حقت عرس الحية. ماشي يانا يا انتي. يا حسن يا مروان الحقوني يا ناس، يا حسن الحقني، يا حسن يا مروان الحقوني. يا حسن الحقني، يا حسن استحر دم. والله ما عملت لها حاجة ولا جيت يميتها. الحقني يا حسن، ولا انت يا اخويا مستغنى عني. انا مش شايفة عايز في البيت ده يا حسن، مش شايفة عايز فيه. ليه يا حل يا عمده؟ ليه يا حل؟ بس يعني بس هي. ايه قلت لك ليه يا حل والحل عندك انت؟ ما هو اللي محيرني ان كريمه ذات نفسها مش عايزه تبلغ. طب ده زين. لا مش زين، طالما مش عايزه تبلغ يبقى الموضوع ده ايه؟ يعني يجلج يحير. يعني ايه يجلج؟ يعني هتعمل ايه؟ ما انت عارف ايه اللي حصل، فاكر؟ اسمع، كريمه دي توك جبرات عمي، واللي انتحر ايوه انتحر، ده يبقى اخوها، يعني الحدوتي كلها منين وفينا. مروان انا مش عايز مشاكل في البلد. مش عايز مشاكل؟ يبقى تسمع الكلام. بقول لك ايه، حل مشاكلك بقى مع كريم، مالهش انا داخل في الموضوع. اعتبرها خلصانه. خلصانه يا عمده. ودكتور الصحه ده حبيبني. ورقه الدفن ساعه وتكون عندك. الكلام ده كبير. ايوه كبير. ولو ما سمعتش الكلام البلد كلها هتولع. كلامك ده يا مروان هولع يولع البلد. اسمع يا عمده، اسمع، انا سكتت كتير قوي، واللي خلق الخلق، واللي خلق الخلق لو غفيره وعسكري هياخد ابويا، ده انا هدرمخ هدرمغه، هحرق البلد كلها من شرقها لغربها، من كبيرها لصغيرها، فاهم ولا لا؟ ده الكبير، الكبير يا عمدي، اسمع الكلام والدنيا هتمشي سلام، فاهم ولا لا؟ مش عارف ايه بس اللي خلى عبد السلام ينتحر. لا يا ابوي، الشيطان ركبه هو مش انت. الشيطان قال له احط راسه براسك يا ابوي، ما تشغلش بالك، خلاص كفايه كل اللي احنا فيه ده سببه عمي ومرات عمي. انت شلت عبد السلام سنين كتير يا ابوي، كتير. كفايه تحملنا بنته اللي بطنها ناشفه لا ينبت فيها نبت ولا تعلي فرعه كمان. يعني خلاص ما تشلش في نفسك يا ابوي، ما تشلش في نفسك. كنت عايز تعمل ايه؟ يتطاول عليك اكتر؟ تديله خدك التاني عشان بعد كده يدوس علينا كلنا؟ برضك انا اللي غلطان. لا يا ابوي، لا، هو اللي غلطان ومن زمان كمان. مش كفايه بنته اللي طلقها علينا لا عارف يلمها ولا يربيها؟ كل ده خلاص خلص يا ابوي، خلص. الطلقه اللي طلعت من يدي خدت روحها. مالك يا ابوي؟ فيه ايه يا ابوي؟ عبد السلام كان صاحبي يا ولدي. احزن يا ابوي براحتك، بس ما تنساش احنا محتاجين الكبير،
محتاجين عبد الحكيم. البيت الكبير ده محتاجك شابوش، محتاجك. انت كنت فاكره مروان مش شبهه، مش كده؟ كلامه يا ماما. اسمعي يا بنتي، كل الناس اللي في البلد دي شبه بعض، ما فهمش حد مختلف عن التاني. انت عايزه تعملي ايه؟ قوليلي. عايزك تبقي معايا وفي ظهري. انا طول عمري في ظهرك يا ماما. ابوك الله يرحمه مات بحسرته من اللي عمله عبد الحكيم، واخويا مات برصاصة وبرضه من عبد الحكيم، وكل اللي لينا في ايد عبد الحكيم، وكل العز والخير اللي هو فيه ده من حقنا وبتاعنا، وانا مش ههدى غير لما كمان روح عبد الحكيم تبقى في ايدينا. اللي انت عايزه تعمليه انا معاكي فيه. انا عايزه املك البلد دي من اولها لاخرها. مش عايزه ولا صغير ولا كبير يتنفس غير بامر مني، ولا عيل يحط ببقه لقمه الا بامر من كريمه. قال بيقولوا عبد الله ما خلفش الا بنات. وكريمه مره غلبانه ملهاش ظهر ولا حد ياخد بطارها، نسوان ومكسورين الخاطر. وحياتك انت عندي، لنكسر رقبه اي حد ونقطع لسان اي مخلوق يقول كلمه ما تعجبناش. انا مش هيهدالي بالي ولا هستريح يا زينب غير لما كل اللي في دماغي يحصل. كل اللي في دماغي. وانا مش هنام غير لما ناخد حقنا تلات ومتلت. ربنا يبارك لي فيك يا بنتي. خليكي لينا يا امي. على ايه؟ في ايه حسن؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ امي هي اللي عملت فيكي كده يا ريتال؟ مش مصدقني؟ ولا لا؟ هي يا حسن، وعارفه انك مش هتصدقني، بس أنا عايزاك تعرف إن أنا ماليش غيرك. أنا عارفة دلوقتي أمي بيدور في دماغها إيه. بمجرد ما تعرف إن أنا وإنت اتجوزنا، أول حاجة هتعملها إن هي تتبرى مني. عايز تطردني تشتمني، اعمل اللي نفسك فيه يا حسن، مش هقول لك لأ. بس عايزاك تعرف إن أنا ماليش غيرك وماليش مكان أروحه. حسن، صدقني اللي أنا قلته هو الصح، واللي اتفقنا عليه هو اللي هنعمله. أديك شفت العيلة دي مفيش وراها غير الهم والبلاوي اللي ما بتنتهيش. اللي حصل ده هيفتح علينا ابواب جهنم ومش هتتقفل. تقصد ايه؟ اقصد ان انا وانت زي بعض، عايزين نعيش الحياه زي ما احنا كنا متفقين، عايزين نسافر ونهاجر،
هو ده الصح صدقني يا حسن. سيب ابويا في اللي هو فيه ده. ابوك هو ما فكرش فيك ليه لما عمل اللي عمله؟ هو انت حسن ناوي تقعد معاهم؟ ناوي تبقى زيهم وتعيش الحياه زي ما هم عايزين وتحبس نفسك في الدوامه اللي عايشين فيها بقالهم سنين؟ انت عايزه ايه؟ نهرب. وبعدين؟ نعيش. اهرب معاكي؟ تهرب مع مراتك اللي ايه؟ اوعي تقولي اللي بتحبني. مش هقول بحبك، بس هقول ان احنا خلاص ما عادش لينا غير بعض انا وانت. هي دي الحقيقه صدقني. مراتي كيف واحنا لسه حتى ما جربناش من بعض؟ عايزانا ابقى معاكي كيف وانت بعيد عني يا ريتال، ولا ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد اني عشان اصدق انك معايا وانك مش هتسيبيني لازم احس انك مراتي بجد، واني جوزك مش على الورق وبالكلام. تكلم ما تقعدش ساكتك، ده سكوتك ده بيخوفني. لا ما تقلقنيش عليك اكتر من كده، قول اللي في قلبك. مش عايز اتكلم. لو ما اتكلمتش معاي هتتكلم مع مين؟ انت لازم تتكلم. انا عايز افضل كده طول عمري، عايز افضل ساكت. تموت. كتمة القلب مرض ووجع، وجع واعر. مين اللي حاسس؟ انا حاسه بيك. أنا شيل عنك، أنا مرايتك وسرك. عمليني بروحي. ما كنتش جيت يا مروان. أيوة ما كنتش جيت، أنت جيت عشان تتكلم، بس أنت مش متعود تتكلم على طول، لازم تعيد وتزيد وتغربل الكلام اللي جواك، وهو ده اللي تعب. محتار في ايه؟ في اللي انا فيها فريدة، في اللي انا فيها. حاسس اني بين نارين، حاسس اني مرمي جوا طاحونة عمال تلف بيا وتفرص في عظمي. ما تقولش كده، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة يا فريدة. من يوم ما بقيت بين أمي ومرت عمي، حالهم هم مش حالك أنت. لا حالي، حالي من يوم ما رضيت إن أكون وسطيهم يبقى حالي. أنت لسه على البر. لا عايزاني أشيل اليد من الموضوع وأهمل أبوي بروحه. لا ما تهملوش، بس أنت كمان ما تشيلش أكتر من اللي تقدر عليه. وقولوا عبد الحكيم ما خلفش رجالة. هو الراجل يعني لازم يتحمل أكتر من طاقته. أيوة عندنا في البيت الكبير لازم يتحمل أكتر من طاقته. أنت لازم مخك يبقى صافي، لازم تطلع كل اللي جواك. طول ما أنت مشغول وعقلك متلعبك كده عمرك ما هتعرف السكة رايحة فين. ماما مش هتاكلي حاجة يا حبيبتي؟ مين له نفس يا زينب ياكل ولا يشرب؟ ايوه ماما، بس انتي على لحم بطنك من بدري قوي.
ماليش نفس يا بنتي، ماليش نفس. أنا كلمت شهد وقالت لي إن هي هتيجي بكرة الصبح. ابي روحي استنيها على الطريق. قالت لي كمان إن عزت هيبقى معاها. طيب أعمل لك قهوة؟ سيبيني يا زينب لو سمحتي، سيبيني لوحدي يا بنتي، سيبيني سيبيني. حاضر حاضر. هي دي جنازتك يا أخويا كده، هو تدفن سكيتي ومحدش يمشي وراك. هي دي البلد اللي ليك في كل بيت جميل وخير على كل واحد فيهم، وحياتك انت وحياة رقدتك دي لحاخد بدارك من كل نفر في البلد دي ومن عبد الحكيم. هو العمدة هنا؟ تفضل يا هاني، من عمدة جوه. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. العمدة هنا؟ طبعا يا ست زينب، اهلا وسهلا. انا عايزة اقابله. من عينيا. حاضر، اتفضلي اتفضلي. ست زينب يا جناب العمدة، اتفضلي اتفضلي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، نورت البيت والله. اتفضلي يا ست زينب اتفضلي. شكرا يا عم. اتفضلي، يا اهلا بيكي. بقال الله يا ست زينب. بتعزيني في مين يا عمدة؟ ما انت عارف. يعني ايه؟ مش فاهم. خالي عبد السلام بعتني عشان اقول لك انه كان نفسه يسلم عليك قبل ما يسافر. ايه يا عمده؟ مش فاهم كلامي ولا ايه؟ انت تقصدي ايه بالظبط؟ اقصد ان البلد دي كلها لازم تعرف ان خالي سافر. اه سافر، راح الحجاز، محدش عارف هو هيرجع امتى. ايه اللي بتقوليه ده يا زينه؟ اللي بقوله ان انت عمده البلد دي وكلامك ماشي على كبرها قبل صغيرها، ولما تقول ان خالي سافر يبقى سافر يا عمدة. ماشي سافر، ايه القصد بقى من الكلام ده كله؟ انا اقولك، ما علشان يبقى في جريمة لازم يبقى في جثة، ولو احنا قلنا ان عبد الحكيم قتل خالي يبقى لازم يكون في جثة، وخالي محدش عارف هو فين، اذا كان عايش ولا ميت. يعني افهم من يعني الليله دي كلها كده بتاعتنا احنا، تخصنا عيله بقى وبتاكل في بعضيها، محدش له دخل بالموضوع ده خالص. ماشي ماشي يا زينب. بعد اذنك يا عمده. يا ست زينب كلامك يمشي على البلد كلها وعليا انا شخصيا. اؤمر يا ست البنات. شكرا كتر خير. ما تشكرنيش، لا شكر على واجب. وخلي خالك عبد السلام وهو راجع من الحجاز يجيب لي سبحه خشب معاه. بس البت زينب دي عودها سمح، ما تتسابش. الو. اه طب قولي لي انت فين. طب خلاص هنزل حالا واجي لك. ماشي مع السلامه. بقى كده بتكلم ستات عادي قدامي. حبيبتي دي عميله ولازم انزل اقابلها حالا. عميله ماشي يا عم، انا ليا الجنة عشان بصدقك. والله اصلا انتي حياتي. كل بعقلي حلاوة بقى. خلاص لو مش عايزة ننزل اشوفها انا ما عنديش اي مشكلة. الله ازاي؟ الشغل اهم، اهم من اي حاجة، اهم مني انا شخصيا. طيب باي باي. خليل. خير يا ست كريمة؟ عايزاك تعمل حاجة، واللي هتعمله دي مفيش مخلوق يعرف. أمر ست كريمة، أمري. الأمر لله. خد دول 5000 جنيه، ولما تنفذ المطلوب
ليك جدهم كمان. يا ستي كريمة انت تأمري وانا عليا انفذ. جسد اخويا عبد السلام مالها؟ عايزك تشيلها من مطرحها وتدفنها في اي تربة تانية. مش عايزة الدبال الازرق يعرف راها طريق، ولا اي مخلوق يعرف راحت ليه ولا جت منين ولا شفتها. طيب لو سألوك قالوا لك الست كريمة كانت هنا بتعمل ايه هتقول لهم ايه؟ كانت بتشجر على التربة وتجري الفتحة للحاج عبد الله الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمنا جميعا. سامحني يا رب. نجر يلا. الدنيا مقلوبه بره والمامور في دوار العمده بيحقق دلوقتي، وزينب وناديه هناك. الزفت اللي اسمه كامل بلغ المركز. ايه اللي بتقوله ده؟ كامل دلوقتي يكون عندي دلوقتي؟ دلوقتي. طيب ماشي ماشي. عايزك تعمله تحليل سكر صايم فترة. بس هو ما عندوش سكر. معلش اطمن برضه دكتور. لو عايز ننجله المستشفى دلوقتي نعمله الفحوصات اللازمة هنجله. جميل يا ريت، عشان حاسس ان جو البيت هنا عامله توتر. هو في حاجة مضايقاه؟ لا لا مفيش. طب على العموم بلاش نضغط اعصابه اكتر من كده. ولو في حاجة مزعلاه ارجوك اخلص منها. وفكرة المستشفى انا شايف ان دي افضل بكتير. حاضر يا دكتور. سيد هروح اعمله وكل ده ما اكلش من عشية. وراي يا ابويا. عايزك تروح المركز وتبلغ على اللي حصل. ايه اللي بتقوله يا حاج؟ اسمع اللي بقوله لك. حاضر حاضر، بس هدي نفسك انت. هدي نفسك. مش مصدق مش مصدق اني اديت مدت هالزنا وقتلت عبد السلام. عشان ايه؟ عشان ضربني بقلم وانا سابق وعملتها وضربته قدام الناس كلها. اللي عمله ده عنده حق فيه. انا الغلطان. عارف يا مروان دي ذنب عبد الله اخوي. ما تخش كده، ما تخش كده يا ابوي. روح يا ولد روح بلغ كريمة. ها لا يا ابوي هيديك كل اللي انت عايزاه. لا يا ابوي خلاص في يا ولدي. حاضر حاضر. الآن نحيس كميلة. يلا يا ولدي يلا. حاضر. بلاغ بلاغ في أخوي عبد السلام. ده عبد السلام ده طيب، لا بيهش ولا بينش ولا بيأذي حد. يقدموا فيه بلاغ ليه بس؟ انت عارفه كويس قوي انا بتكلم على ايه يا كريم. وحياتك عندي وغلاوتك ولا دم يجري زي الشاي اللي حضرتك بتشربه ده. انا ما اعرف انت تقصد ايه. اقصد ان عبد السلام اتقتل. ايه؟ عبد السلام اخويا مات؟ اتقتل؟ يا حمدي يا لهوي يا حمدي يا حزني. الحقيني يا زينب، الحقيني يا ناديه. ايه؟ يا عبد السلام يا ايه؟
المال ده رايح يزور النبي عليه الصلاة والسلام يقتلوا ليه؟ وعرفتوا يا اخويا مين اللي قتله ولقيتوا جثته. لقيناها وهنشوف اذا قتل عبد السلام ولا لا. ونص ساعة وكل حاجة هتكون جاهزة. هاني يا غلبان يا عبد السلام. سمعتي يا بيه؟ عارف هتعمل ايه فيا؟ هتسلني طلعني من بيتي والبلد كلها هتقول عبد الحكيم سرق اخوه وكريمه خدت حقها ثالث ومثلث. معاش معاش اللي زلك يمه وطلعك من بيتك. قولي اعمل ايه؟ خليك لي يا حبيبي خليها تعرف ان انت راجل العيله دي وان اخوها عبد السلام ده ما يسواش كلب وراح. وايه يعني؟ شوف يا حبيبي الضعيف تاكله السباع والقوي تخاف منه الدنيا كلها. عايزك جبل محدش يقدر عليه، طوفان يبلع اللي قدامه، ريح شديدة تكسر أي حد يقف قدامها، واللي يشوفك يموت من الخوف في روحه قبل حتى ما يقدر يرفع عينه فيك. عايزك دراع حفية شايلة سيف اكتم بيها ظهر اللي يقف قدامك. اللي معاك اطعمه من خيرك لكن ما تحبوش ولا يصعب عليك. اللي يصعب عليك ايه؟ يفكرك. صح حبيبي يفكرك. اللي معاك قربه منك واللي مش معاك ادفنه وزرع عليه صبارة عشان كل اللي يفوت ويشوفها يقول يا سلام قلب حنين مروان زرع صبارة فوق اللي مات عشان حدش ينساه. فاهم يا دنايا؟ فاهم يا امه. ما تخافيش انا مروان والجبرية اللي الريح ما تهزوش. تعرف مكان البيت فين؟ اللي اعرف ده انا محروس. حلو قوي. غيره دلال. قديمه دلال دي انا عارفه سكتها كويس قوي. انا عايزه اللي محدش يعرفه. المأمور. اشمعنى؟ واخد قوه وطالع بيها على المقابر عايز يفتح قبر عبد السلام ويطلع الجثه. قبر عبد السلام؟ هو عبد السلام مات؟ ايه في ايه؟ قبر ايه وجثه ايه وعبد انتوا هتموتوا الراجل وهو عايش على وش الدنيا؟ انا قلت لك. طب اتكل انت لما عوزك هبقى ابعت لك. طيب اتفضلي فهم. يلا ايوه يلا على الباب. السلام عليكم ست كريم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه عليك نطلع صحيح. لا مؤاخذه ست كريم. معلش لا مؤاخذه. جناب المأمور عاوز حضرتك. خير؟ اصل فيه امر من النيابه بفتح الطرق بتاعتكم. فتح الطرق؟ حاضر. روح انت وانا هاجي وراك. ماشي ست كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قطع لسانك. ما هو قبل ما يتقطع لساني هيقول على اللي انا عارفاه. وايه ان شاء الله اللي انت عارفاه؟ عبد الله. الله يرحمه. انت اللي قتلتيه. طب تعالي تعالي. اقعدي. المية دول
حق سكوتي عن النصيبة اللي انت عملتيها، واللي عرفها حد هنا هيقول عليك يا رحمن يا رحيم. وكمان يا دلال العمل. عمل ايه؟ العمل. الكل فاهم ان كريمة هي اللي عملت العمل لفوزية. شوفي لو فوزية عرفت ان انت ورا كل ده هتعمل ايه؟ وده بقى ما تجيب اللي في جوفك وتخلص يا مروان. هتقول انك غلط والدربشة خدتك والدنيا كانت ملغوشة معاك وقلت حاجات غلط. ما تخافش، انا هكلم المأمور واظبطها معاه. ما تخافش. عايز نكدب يا مروان. اسكت اسكت اسكت، احسن ما الدنيا تولع. اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا لو رحت لأمي هتقتلني، أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ لما تعرف اللي انت عرفتي يا ريتال هتعمل فيكي ايه؟ اسمعي الكلام، انفدي بجلدك. لا، هروح لها فين دلوقتي؟ هخرج ازاي؟ كتير 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 خسارة. حسن! حسن! تاخدوا للمخازن تحبسه ما يطلعش مني الا لما اقول لك. اللي بتعمله ده غلط يا مروان. اللي بتعمله ده غلط يا مروان، وانا مش هسكت. لساني مش هيسكت عن قول الحق. ايه اللي نزلك انت؟ تعالي. نعم. بقول لك ايه اللي نزلك؟ والله يا مروان انت مالكش حكم عليا، انا ليه يا راجل؟ لو عايز تقول له اي حاجه بقولها له. ايه هتمد ايدك عليا يا مروان؟ هي حصلت؟ ما هو العيب مش عليه، العيب على الراجل اللي انا متجوزاه وشايفه ساكت. اطلع اطلع. يا روان ما تمدش ايدك يا باشا. ما فيهاش حاجه يا باشا. ما انا قلت لحضرتك التربه لسه جديده ومحدش اتدفن فيها، وها رجالتك نزلوا فتشوا ما لقوش حاجه. والله والله يا باشا يا باشا، زي ما بقول لسعادتك ما فيهاش حاجه. فين كامل؟ كامل هو في برضه حد ياخد على كلام كامل؟ ده راجل مدهوش مروش مخه مش فيه. طب اقول لحضرتك حاجه، ده بيقول ان الطاحونه مسكونه وفيها عفاريت بلاش. ده بيجي ينام هنا جنب الميتين ويصحى يقول ان هو بيتكلم معاهم. بس هقول ايه، برضك الحكومه عندها حق تتحجج من الكلام اللي بيتقال لها، وانا مش زعلان. عايم على عم اخوك انت يا حسن. انت غلطان يا عم كامل. انت كمان بتغلطني. هو ايه الدنيا جرى فيها ايه؟ خلاص ما بقاش في حد بيشوف، الكل عمي، عاوزينها تبقى على مزاجكم، محدش يبقى غلطان، الكل صح. أنا همشي، مش عايزني أجيب لك أكل ولا حاجة؟ أكل من داركم، ده ينزل في بطني كأنه جمر من النار. أهو كلامك ده اللي خلى مروان يعمل فيك كده. أنت فاكرني مسجون ولا محبوس ولا مش حر؟ لا 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 أبداً، ده أنتوا اللي مساجين، أنتوا اللي مش أحرار.